سمعت يا ماما عن الشاب اللي مات النهارده؟ ايوه يا احمد، ربنا يرحمه، اللي مات بحبوب الغله. هي حبوب الغله دي عباره عن ايه يا ماما؟ حبوب الغله ديت ماده كيماويه عباره عن فوسفيد الالومنيوم. بتعمل ايه الماده دي يا ماما؟ الماده ديت يا احمد لما بتتعرض للرطوبه او لحمض المعده بتتحول لغاز سام اسمه الفوسفين. يعني الغاز ده اللي بيموت؟ ايوه يا احمد، الغاز ده بينتشر في جميع اجزاء الجسم وبيسبب فشل في جميع الاعضاء. يعني اللي بياخد الحبه دي بيتعذب قبل ما يموت يا ماما؟ ايوه طبعا بيتعذب، لان الحبوب ديت بتاثر على كهربه القلب وحموضه الدم، يعني بتدمر جميع الخلايا من جوه. هي كل المواد الكيميائيه بتعمل كده؟ كل المواد الكيماويه سامه، لكن لازم نتعامل معاها بحذر. لكن اسوأ ما في الماده ديت انها 1، شرب الميه بيزود من غاز الفوسفين السام، يعني بيسرع من موت الشخص. 2، احتمالية الوفاة من المادة ديت ممكن توصل 100%. 3، انتشار المادة دي في الجسم بيكون سريع جدا. 4، المادة دي بتسبب تسمم في جميع الأعضاء في وقت قصير جدا. 5، المادة دي بيكون أكسدتها وخروجها من الجسم بطيء جدا. 6، المادة دي ملهاش ترياق أو مضاد خاص بها حتى الآن. 7، المادة دي مجرد التعامل معاها سواء بالشم أو باللمس بتأثر على المدى البعيد. طيب يا ماما، في إسعافات أولية ممكن تتعمل للي واخد حبوب غلة؟ قبل ما نقول لك على الإسعافات الأولية اللي أنت هتعملها، لازم الأول تلبس كمامة وجوانتي، علشان الغاز السام اللي بيخرج من بق المريض أو أنفه ممكن أنت تستنشقه أو جلدك يمتص. حاضر يا ماما. بص يا احمد، في حاجات كتيره، زي 1، ممكن نستخدم برمنجانات البوتاسيوم او زيت البرافين او زيت جوز الهند في غسيل المعده، ده بيكسد الفوسفين السام الى فوسفات غير سامه، وده بيقلل انتشار السم في الجسم. 2، ممكن تديله 100 جرام حبوب فحم. 3، ممكن تديله كربونات الصوديوم او بيكنج باودر. 4، ممكن تديله مضادات حموضة لأنها بتخفف الأعراض. 5، الملح الإنجليزي مفيد جدا. في حاجات تانية ممكن تتعمل في المستشفى، زي 1، محاليل. 2، جرعة محددة من الدوبامين. 3، جرعة محددة من الكورتيزون. 4، تنفس اصطناعي. 5، غسيل دم. يعني لو تعمل الإسعافات دي للمريض ممكن ينجو؟ النجاة صعبة، بس في فرصة لو 1، المريض ما يشربش مية. 2، المريض وصل المستشفى والشخص حالته بسرعة. 3، الإسعافات اتعملت بأسرع وقت. لاحظ يا أحمد إن مفيش ترياق خاص للسم ده، وإن الإسعافات ديت محاولة للسيطرة على الأعراض وإعادة الجسم للحالة الطبيعية. لما هي مادة خطيرة كده ليه الناس بيبيعوها؟ مفروض الحبوب دي تتمنع باتا، أو على الأقل 1، تقنين بيع حبوب الغلة. 2، تقليل جرعة الحباية للنص. 3، تغليف حباية الحبوب بالمعدة بحيث إنها تكون صعبة البلع. 4، البياعين يمنعوا بيع الحباية ديت للمراهقين. دي كلها إجراءات مساعدة لكن متجذرية. طيب، في مواد كيميائية تانية نستخدمها كبديل؟ في، وأقل خطورة بكتير. طيب ليه نستخدم مواد كيماوية أصلا وفي طرق طبيعية لتخزين الغل؟ طرق طبيعية زي إيه يا ماما؟ لازم الغلة تاخد كفايتها من التحميص في الشمس، وينضف لها بدل الحبوب ينضف لها ملح أو فصوص ثوم أو كركم أو زنجبيل. أنا عن نفسي بنخزنها، بنحط طبقة من الغلة وطبقة من الملح، طبقة من الغلة وطبقة من الملح لحد ما نغطي البرميل، وبقاله 2 سنين عندي وما سوستش. ياريت تشيروا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن علشان خاطر شبابنا اللي بروح هدر.